هاي مشاهدينا، حلقة جديدة من أوتو فوكس وميتسوبيشي. معنا اليوم بالأوتلاندر الطرازي اللي انطلق بالشركة اليابانية بعام 2001، وكان طراز ناجح وصولا للجنراسيون الثالثة منه اللي معنا اليوم، اللي انطلقت هالسنة تحديدا بعام 2013. وإذا بتلاحظوا شكل هالأوتلاندر بيشبه الميتسوبيشي لانسر من الناحية الأمامية مع الجريل الأمامي الموجود، وكمان المصابيح والفوج لايتس موجودين فيه، لكن أكيد على سيارة أكبر بما أنه هو أكتيف سبورت كروس أوفر، وهو فور ويل درايف كار وفيه ثلاث أنظمة رح نحكي عنها، تو ويل فور ويل وفور ويل لوك، رح نشوفهم لما نكون بداخل السيارة. بداية مستعرض شكل هالأوتلاندر الجديد، يمكن بعد ما شفتوه على الطريق نشوفه اليوم بأوتو فوكس مع سايد فيو والكرام الحلو كتير الموجود على جوانب هالأوتلاندر، لعطينه رونق كتير حلو من حيث الشكل الخارجي. السيارة It's a keyless system، مش بحاجة لمفتاح تنفتح الباب، مجرد هالزر الأسود الموجود على مسك الكرام نفتح السيارة والمفتاح بيكون بجيبتنا أو حالة محل قريب من السيارة. من ورا رح نحكي أمور كتير مهمة، بالأخص أنه عندنا Foldable Rear Seats، رح نشوف الكراسي الخلفية كيف تنفتح بطريقة بصير عندنا كتير سبيس من ورا لنحط الأغراض اللي بدنا إياها، وكمان بطريقتين بيفتح الغطاء الخلفي ليكون عندنا هالسبيس الكبيرة من ورا. نتابع جولتنا. اذا كمان من ورا شكل كتير حلو لهالاوتلاندر، والمصابيح الكريستال كمان، ولوك اجريسيف مثل ما شايفين. جانت السياره الاوتلاندر هو 18 انش، انظمه عديده مثل ما حكينا، في عندنا 3 درايفز مود، عندنا كمان اكتيف ستابيليتي كنترول موجود بهالسياره، عندنا الكترونيك كنترول فور ويل درايف ABS EBD، عندنا الهيل ستارت اسيست وامور اخرى بتساعد على ثبات هالسياره وعلى قوه دفع كبيره، خاصه انه هالمحرك بتوصل قوته ل 175 حصان. السياره هي 4 سلندر، بس لاحظوا قد ايه الهورس باور فيها كبيره، 175 حصان على 6000 دوره بالدقيقه كسرعه دوران RPM. تيبترونيك 6 غيارات للسرعه، وكمان هي 16 صباب 2.4 لتر سعه المحرك، ومثل ما حكينا كل هولي بمحرك 4 سلندر يعني مصروف بنزين ممتاز. منتظر توصل السيارة إلى جانبنا لنحكي أكثر عن الداخل الأنيق أيضا فيها، مع الفرش الجلد الأسود ومع الأنظمة الموجودة بداخل هالأوتلاندر. بدي أقولكم أنه السعر اللي رح نذكره بآخر حلقتنا هو سعر ممتاز، لأنه بيشمل TVA وبيشمل أيضا التسجيل وتست درايف خاص لكل محبي هالميتسوبيشي، بيقدروا يعملوا عليها تست درايف بالشركه. من الداخل رح نشوف شغله مهمه، شغله كنا حكينا عنها خلال الحلقه، الكيلس انتري سيستم كمان موجود، ده مش بس على الباب لا بل من جوا من داخل هالاوتلاندر، وكمان الانظمه الثلاثه للسياره بتتحول الى جانب السايق من تو ويل لفور ويل للوك سيستم. 6 غيارات للسرعة تيبترونيك مثل ما شفنا مع هالفيتاس الحلو الجلد يلي بيصير على ميلة الشمال، وعم يتحكم فيه بلس ماينس بتيبترونيك ممتاز جدا. فولان سامبل ما في كتير امور معقدة، عنا موديل راديو سيستم والسي دي متحكم فيهم. السيارة فيها اوتوماتيك اي سي، في عنا سان روف جلاس من فوق، في عنا رير سنسرز من ورا، وكمان في عنا كاميرا موجودة بهالسيارة. اليوم معنا سامبل من الميتسوبيشي أوتلاندر، بس أكيد السيارة اللي عم تكون بالشوروم عم يكون فيها أمور أكتر من هيدي بالسعر نفسه اللي رح نذكره بحلقتنا لليوم. كل هالأنظمة مع راديو سي دي ام بي 3، 6 غيارات للسي دي كمان بساعة، كل هالأمور هيدي الحلوة مع هالداخل الحلو الجلد على الكونسول وين ما كان، كمان حتى على الابواب داخل الجلد والتطريز على الفولان وغيرها. سعر هالميتسوبيشي اوتلاندر هو 30900 دولار، مثل ما ذكرنا السعر اول انكلوزيف، تسجيل TVA وكل هالاوبشنز اللي ذكرناهم اليوم بحلقتنا، كل هو بيشملوا سعر السياره اللي هو 30900 دولار. اذا هيدي كانت سيارتنا لليوم، المزيد بحلقات قادمه، طرازات جديده شو ما كانت، فور ويل تو ويل وغيرها، دائما عبر اوتو فوكس وعبر الام تي في. تشاو.